تشوفي بجوج نشوف شكون غيطلع معايا. كيفاش بغيت ناجو ديك هنايا هناني تقدر كنتعلم نيت موجود. البنات بارطاجيو اللايف عندكم وانفيتيو البنات صحاباتكم باش تدخلوا يحضروا القرعة. دابا 5 ديال البنات اللي داخلين ها هما 6 7 ديال الناس. مرحبا بكم البنات في اللايف. اليوم كاينه القرعه عند عطر الناعم وكاينين جوائز ديال الفوز غادي يربحوا جوج الناس. كاين مسك الطهاره كاين هاد الباك ديال مسك الطهاره اللي ما بغا كاع يوقف ما بغا كاع يتبس.
كاين هاد لاباراي ديال لي بانوا. هادي زوينه ديجا كانت عند حوريه زوينه هي اللي كتدير بها الصوان لوجهها زوينه كتنقي مستاره راه غني يعني التعريف زوين واعر انا كيعجبني الريحه ديالو واعره البنات قولوا لي واش كتسمعوني. مرحبا بك اميمه بناري وهيبه شكري مرحبا باختي وهيبه نتي تقدري تفطر هنا كي طلع عندي انا غير الاسماء طلع وريات كي طلع عندي غير لي زامي بداو كيطلعوا البنات جاب لي كرون ديال سونسيليت هادي واعره البنات هادي كاين عند خالتي وعند والده واعره اونتي اج اونتي طاش وفي نفس الوقت ايكرون و يعني مضاده للماء والتعرق هادي واعره هادي كنصحكم بها البنات واعره غتسالي ليا لي كرون غادي ناخذها كاينه التانتي وكاينه لي انفيزيبل كاين عندو بو بيكوتيرم هذا ديال دونتيفريز ديال سنان هذا زوين كتشوف البنات كيشكروه في تيك توك هذه زوينه ديجا كاينه عند حوريه صاحبتي وجربتها عندها واعره هذه سنه كتنقي مزيان ومسك الطهارة زوينة ريحته واعرة كنت خديتها نيت عند بين فاشن واعرة فن ريحتها قربت نيت سلالية خسني نقدا مرحبا ب خسنيت وانا واما واما وانا مرحبا بك شحال واحد تبارك الله شارك مليوحه سميتي حتى انايا على الله انا بغيت سميتك طهارة قالت لي خالتي حطيني مرتي مزيان عيطيني مع تيم شارك توقف ان شاء الله انت يلا كيصيح كتصلي لها معطله يلا سبعة الناس البنات بارطاجيو اللايف عندكم وانفيتيو البنات اللي عندكم ديجا سعد البنات دابا اللي طالعين معنا اللايف عشرة غادي تحضروا معنا البنات اليوم القرعه عند عطور النعيم وكاينين هاد جوج الكادوات كاين الطاقم ديال مسك الطهاره وكاينه هاد لاباراي هادي ديال لي بانواغ جوج الناس اللي غادي يربحوا اليوم شكون ديجا تقدات عند النعيم وشاركت في المسابقه
صافي بنتي في اللايف صافي هو ريت عندي انتي بارطاجيتي في الوريات ما عرفتش علاش لي كومونتير ما كيطلعوش عندي ايوا ورا طلعوا لك في الاول ديما صيفط لي في الواتساب بنتي حوري في اللايف شي البنات اسمها قالت لي بنتي في اللايف حوري شدتك الكاميرا ولكن علاش ما طلعش حوريا ضيفة الشرف اليوم جبناها غير بالزز بالرونديفوات والتليفونات والناس تعيط نبارطاجي من بعد سعد الناس دابا اللي طالعين بارطاجيتي الدار الوالي كاين واحد الجروب ديال التفاحات ولا شي حاجه هكا هذيك ديال فاطمه راه ما كيطلعوش ليا سميتها ديري غير كوبي لي وسيري للجروب نيشان ولوحي البنات شكون ديجا شاركات في المسابقة شكون كاينة سميتها هنا ربما تكون من المحظوظات وتربح واحد من هاد لي كادو عيطوا على البنات اللي ديجا كيتقدموا عند النعيم صراحة السيد اللي عمرها دار والله كنقولها صورة ظهره والله تعامل معاملة زعما جيدة جدا والأثمنة مناسبة ديما صراحة كيديروا أثمنة مزيانة وإلا كنتي كليانة في ديل ديالهم راه ديما كينقصوا لك الأثمنة هاد زيد كيديروا مسابقات يعني زوينه الطريقه هادي كتحب تجيبها الكليان يبقى يتقد عندك ديرها في الورق سي نعيم شخصيا تبارك الله سي سعيد هاد ليكرون واعره البنات هادي زوينه انا شفت النتيجه ديالها غير على خالتي والوالده كيديروها صراحه واعره اون فوا تسالي ليا ليكرون ديالي غادي نشريها من الاحسن خذوها تانتي بالنسبه للبنات اللي كيبغوا يديروا لي فوندو تاع من الاحسن خذوها تانتي ايكرون في نفس الوقت كضرق لك شويه ديال الشوائب الا عندك شي عيب في البشره ديالك ابتداءً من 50 درهم البنات كتشاركوا في الجيف واي تقريبا راه كيديروا كل شهر ميديا غالية يعني التعريف ديجا خديت عنده الكريم ديال ميكسا بيبي واعر البنات راه ديجا شاركته معكم في القناة واعر صراحة الترطيب ديالو خيالي والريحة ديالو زوينة وهذا الثمن مناسب يعني الكريم ديال اوريفلام
الغسولات ديال الوجه عندي هذا زوينه دواعر. استئيف ديال الشوفان تا هو واعر بالنسبه للبشره المختلطه زوين واعر كيخلي واحد الكره في البشره واعر. وهذا كنصحكم بسيرافي الغسول ديالو تا هو زوين كاين على حساب نوع البشره ديالكم. كاين البشره الجافه البشره المختلطه الدهنيه اللي فيها لاكني المهم على حساب نوع البشره ديالكم. كاموميل حتى هي واعره خطيره هذه بالنسبه لي زون انتيم وهذه بالنسبه للفيزاج. بالنسبه للبشره الحساسه بالنسبه للوميسيرا كنستعمل غارني ديجا كنت كناخذ الكبير ديال هذا واعر حتى هو فن ديجا شاركته معكم في القناه ديما هو اللي كنشاركوا معكم. ومؤخرا خديت هذا كنت خديت الصغير ديالو دغيا تسالى ليا صافي وانا ناخذ الكبير واعر. سودو كريم غادي ناخذو عنده لانني محتاجاه خطير بالنسبه للناس اللي عندهم الحبوب ها هو واللي عندهم الكزيمه خطير. سودو كريم ها هو راه عنده الفري ديالو ها هو البنات باش تعرفوه فري كيكونوا فيه هنا بحال الحبيبات ها هما كتكون الكتبه ديالو كامله بلونجلي. هذا هو الفري ديالو هذا الصغير وكاين الكبير عنده ودير اليوم صراحه اسمينه مناسبه. انا غادي يسالي اللايف وغادي ناخذو عنده زوين بغيتو بغيتو. بالنسبه للحبوب عندي الحبوب وكيخلي لي طاش كرفاسي ديجا خديته عنده درت به واحد الوصفه راح تيسال لكم في القناه واعر واعر زين. زيت الكوكو ديال هيماني ديجا استعملته هذا واعر حتى هو بالنسبه للوصفات الناس كيديروا الوصفات ولي باندويل شعورهم هذا واعر. وكاين هذا كوكو سول ديال دي ام هذا ماركه المانيا واعر حتى هو هذا بيو. كاليدير نصحتكم ديجا بالقماش ديالهم واعر مزيان. عندي القماش ديال العنب ويل دو غيزان واعر فن. اون فوا غادي يسالي غادي نعاود ناخذو غادي ناخذ الماسك ديالهم زوين بزاف. عندي هاد الكريم ديال اليدين هادي واعره نوتروجينا فن هادي واعره كترطب وفيها واحد الرويحه واعره بزاف. عندو لي زوميسيلير تاع ديال كاليديرم كاين تاع البشره الحساسه على حسب نوع البشره ديالكم. كاين هاد الغسولات ديال ايفروشي تما واعرين زوينين ديجا كنت واخده الخضر اللون الخضر راه ورا كيبان لي في الداخل حتى هو زوين. عندو لي باك بالنسبه للي بغى الكادوات كاين باك رجالي باك نسائي. عندو ايل سيف لي باك ديال ايل سيف تا هما هذيك إيه غادي نخليه غادي نخليه. ديجا خديت عنده البلاش ديال ايسونس واعره البلاش ديال ايسونس واعره فنه. شوف اسمك عنده ديال ميبلين لي زونتي سيرم ماسكارات ديال ايسونس الغوز عنده الخضراء خرجت مؤخرا وحده بالسوم وتا هي كيشكروها فنه. هذا موريد الخدود بغيت ناخذو هذا زوين. شفت وحده كتشكرو في تيك توك وكديرو حدا البنات عرفتي كيرد الفم غزال وكيخلي هذا الحنيكات موردين كيخلي فيهم واحد اللون زوين وناتوريل كيبان زوين. هذا غادي ناخذو حتى هو راسين فيتا راسين فيتا وما لا يعرفوها كتكون في لي بارا فارماسي. لاغام ديال ديزار حتى هي كاينه صراحه كاع اللي تبغيو تحتاجو بالنسبه للمكياج ولا لي سوان كلشي غادي تلقاو عند عطور الناعم. الى جيتو غادي يتعامل معكم هاد السيده هذا الله يعمرها دار التعامل الطوب وكيتعامل زعما في الثمن كينقص شويه. العطور بالنسبه اللي بغى العطور ديال العبار ديجا كناخدو من عندو صراحة زوينين
كيكونوا بحال لوريجينال زوينين. مشى سويداد مشى ما كيطلعوش عندي البنات لي كومونتير ديالكم بصح اخر وحده طلعت الهام كبيده مرحبا بك كبيده مرحبا بك معنا في اللايف. شكون ديجا كتقداو هذا حتى سميتها في القرعه تقدر تكون اليوم رابحه؟ ما تعرفوا انا نيت راه حاطه سميتي انا بغيت هذا بغيت سميتي قاره انا بغيت هذا سعيد اللي ربحت هذا تقسم معايا تعطيني غير هذاك الصغير وهذاك مسك طاره الصغير هذاك وليد سلاليه تما كاينين لي شامبوان ها هما كلشي كاع لي مارك. امو ايمان محمد مرحبا بك هذا في اللايف. المحل جا اونفاس مع قيصريه فاس راه هي قيصريه فاس هي شتيها هاي اونفاس معاه كاين اونفاس معاه هذا مول الافريشه راه معروف صراحه السيد كيتعامل مزيان كنصحكم زعما انا ديجا جربت شحال من واحد هنايا في ورا ولكن هو صراحه التعامل زوين حتى بالنسبه للاسمنه يعني كيطيح الاسمنه ماشي بحال عنده كاع لي غام كاع لي مارك كلشي عنده حتى شي حاجه مثلا شي ماركه بغيتوها راه هو يدومونديها لكم يجيبها لكم. كاع هادوك لي برودوي اللي كنشارك معكم في القناه راه عنده عند من كنتقدى راه ديجا كنذكر سميتو شحال مره في القناه كنقول لكم سيروا عند عطور الناعم. صغير كيدور هنا جيب شي وليد صغير هز هز جوج الوريقات ايه زعما حوريه اليوم اللي ما بغاتنيش نوريها حوريه هي ضيفة الشرف. هزي سميتي هزي سميتي هزي سميتي يا حوريه ها الاسم الاول انا سي سعيد شكون لطيفه لطيفه ايش ما ذكرش الكنيه المهم هذه الرابحه الاولى غادي نتصلوا بها دابا مبروك اختي لطيفه غادي تربحي واحد من هاد الكادوات هادو وباقي الاسم الثاني هزيني انا حوريه قلبي عليا صاحبتي مزيان هنكون تحت انايا انا كنت من الاوائل اللي شاركوا ناري وما زيت خالتي اليوم تقجني يوم تقجني ها هو الاسم الثاني نشوف سميه من هنا من برا مبروك الانسه لطيفه خديجه حمادي مبروك اختي خديجه حمادي الرابحه الثانيه امتى غتعاودوا القرعه ان شاء الله قريب هاد الاسماء غادي يبقاو ها هو كيتصل بها ولكن جيتي معنا على المباشر السلام عليكم المهم هذه الورقه ديالي مبروك اختي لطيفه ايوا شتي هذا ولا هزاتك حوريه هزاتك حوريه حوريه اللي ربحت تقسم معاك ايوا شتي هي جات انا شريها لطيفه ربحت هاد لاباراي هادي المهم الكادو ديالك كاين هنايا وقت ما بغيتي هو كاين هنا نعزلو عليك مبروك لك اختي لطيفه والله صراحه مرحبا الله يبارك لك اليوم فيديل شكون الاسم الثاني
حمادي شنو قلت لي؟ خديجه حمادي. مبروك الفائزه الثانيه خديجه حمادي، دزتي معنا على المباشر. انت غادي تعاود الجيف واي سعيد تيدوز رمضان ان شاء الله. تيدوز رمضان صافي البنات، عندكم الفرصه من هنا تيدوز رمضان ان شاء الله. المهم اللي خاصها شي حاجه تزيد تقدا عند الناعم، غادي تلقاو هاد السيد هذا هو اللي كيتعامل. هو دابا كيتصل بالفائزه الثانيه، مبروك ليكم. بعدك اختي خديجه ديتي مسك الطهاره، واعر واعر عن تجربه زوينه هذا. سميه علي بالعزري مرحبا بك في اللايف. المهم حنا دابا دوزنا واحد القرعه، ايه دوزنا واحد القرعه دابا، ربحوا فيها جوج الاسماء. الاولى ربحات اباغي ديال لي بوان نوار، والثانيه ربحات طقم مسك الطهاره. هو كيتصل بالفائزه الثانيه. غادي تعاود الناس من ورا رمضان، غادي نجي نشارك فيها ان شاء الله. المهم على قبل باش تاخذ الجائزه ديالها، شاركت في المسابقه ديال الفنانين. المهم هذه الجائزه كاين عندنا موجوده، ما تقدرش تاخذ الجائزه ديالها. ايوه انا واش تو ها؟ الفقط فقط باش تكون بحالها وكتكون هانيه مع عليك، ما بين حتى كيجيك لابيل حق راه كيربحتي معانا زوينه. ايوا واش عيطت لكم ان شاء الله هذه انا ولاد دزتي معانا في اللايف. المهم دزتي معانا في اللايف، قول لها كاين في الشريط الازرق، قول لها كاين في الشريط الازرق. مرحبا يلا سم عطونا عيط لا عطونا عيط ما طلع لي والله صراحه مرحبا. صحتكم البنات، وان شاء الله حتى القرعه الماجيه غادي تكون من وراء رمضان، ومن دابا حتى من وراء رمضان راه عندكم الفرصه انكم تربحوا جوائز قيمه عند عطور الناعم. يلا البنات غادي نخليكم على خير، صلوا لي في راسكم والله يعاونكم.